صباح الخير مشاهدينا الاعزاء، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم من اهل مصر. النهارده معانا ضيفه جميله جدا، رقيقه جدا، من مواليد محافظه الاسكندريه. الحقيقه ان هي شاركت في العديد من الاعمال الدراميه والسينمائيه الهامه جدا مع كتير من كبار النجوم والنجمات، اهمهم كان الزعيم عادل امام في فالنتينو، وبدايتها كانت مع الفنان امير كراره في كازابلانكا، والموسم الرمضاني اللي فات كان ليها 3 اعمال مع نجوم كبار زي كبير قوي الفنان احمد مكي، وزي جودر الفنان ياسر جلال، وزي تل راهب مع الفنان محمد رياض. خلينا نرحب مع بعض بالفنانه الجميله ناردين عبد السلام. اهلا بك يا ناردين. اهلا بيك، ازيك؟ إيه؟ الحمد لله تمام. ناردين، عايزه اسالك سؤال. انت يمكن سالتي كتير بس هسالك في حته مختلفه. انت كانت دراستك سياحه وفنادق، صح؟ اتجهتي بعد كده للتمثيل، غيرتي الكارير خالص. انت لما خدتي القرار ده مين شجعك عليه؟ مين ايدك؟ بصراحة هو الموضوع كان جه بالصدفة جدا. أنا كنت بحب التمثيل من وأنا صغيرة، بس لما قررت أني أدخل التمثيل يعني يمكن أنا اللي كنت داعمة وحيدة لنفسي، يعني ما كانش في حد بيأيدني قوي. أهلي كانوا خايفين جدا لأن أنا في اسكندرية طبعا. والتمثيل والمجتمع غريب عننا خالص يعني في القاهرة، فكانوا قلقانين عليا قوي. يعني تسافري لوحدك وتتحركي وكده؟ كانوا قلقانين عليا جدا. فما كانوش بيرفضوا، بس برضو ما كانوش بيدعموا قوي. فأنا بحس ان انا اللي دعمت نفسي قوي وانا اللي شجعت نفسي قوي في الموضوع ده، ما كانش في حد معايا خالص. الموهبه الداخليه هي اللي كانت بتحركك اتجاه ان انت تسيبي خلاص كارير السياحه وتتجهي للتمثيل. بالظبط، يعني انا كنت عايزه الاقي نفسي وكنت عايزه اتبسط بالحاجه اللي انا بعملها، فانا اللي شجعت نفسي جدا. طيب عايز اسالك على حاجه. اول تجربه ليكي كانت مع الفنان امير كراره في كازابلانكا. الدور ده كان صامت ولكن كان بيتطلب مسؤوليه كبيره في ايه؟ ان انت توصلي المشاعر بتاعتك من غير ما تقولي ولا كلمه. احكي لنا عنه اكتر. هو انا وقتها عملت اوديشن وكنت لسه مخلصه ورشه تمثيل، كنت اول ما بدات يعني دخلت على طول خدت ورشه تمثيل مع اكتنج كوتش كبير جدا. حصل الاوديشن وقتها والحمد لله ان انا تم اختياري. ده كان يعني بالنسبه لي حقيقي كانت فرصه، يعني فرصه عمري. يعني ما كنتش متخيله ايه لما كانوا قالوا لك خلاص انت معانا في فيلم امير كراره. كنت مبسوطه جدا. كنت فرحانه قوي ان انا حسيت ان انا شاطره، يعني معنى ان دكتور بيتر ميمي يختارني انا طبعًا. من ضمن ناس كتير. طبعا مخرج العظيم. طبعا بالظبط. ويعني ودي المفاجاه ان ده كان اول اوديشن في حياتي. انا ما كنتش عملت اوديشن قبل كده غير طبعا في ورشه التمثيل. فطبيعي في ورشه التمثيل بتبقي في وسط الناس كلهم صحابك، فانت بتحسي ان انت مطمنه. لكن لما بتعملي في اوديشن ده كده جد بقى خلاص. فكنت خايفه جدا، بس الحمد لله. وكان الكومنت وقتها من الكاستنج دايركتور اللي كان بيعمل لي الاوديشن قال لي احساسك حلو قوي وتمثيلك حلو قوي، فيعني الحمد لله كانت بداية حلوة وادتني برضو ثقة في نفسي. طبعا طبعا. طب احكي لنا برضو يا ناردين عن كواليس بتاعة، يعني اكيد مريتي بكواليس كتيرة فيها ضحك، فيها مواقف صعبة في الاعمال اللي عملتيها دي. لو تذكري لنا موقف منهم مثلا او حاجة علقت معاكي قوي. انا بالنسبه لي كانت احلى كواليس في حياتي كلها، انا بادئه بقالي 7 سنين تقريبا، احلى كواليس في حياتي الكبير قوي مع الفنان احمد مكي. طبعا بالزبط. تحيه كبيره ليه. تحيه كبيره ليه، وتحيه للاستاذ احمد الجندي. شكرا طبعاً. حقيقي وشكرا لسينرجي لان هم اللي ساعدوني حقيقي، وشكرا للاستاذ احمد الجندي، شكرا للاستاذ احمد مكي، لان بجد الفرصه دي كانت بالنسبه لي فرصه عمري. والدور حقيقي فرق معايا كتير قوي، فرق في نضوجي التمثيلي، فرق في شخصيتي، فرق في ثقتي في نفسي طبعاً. فرق في حاجات كتيره قوي. بلس ان الكواليس كمان ساعدتني ان انا ادي قوي. يعني الكواليس على قد ما بتبقوا قريبين من بعض، صحاب قبل ما تكونوا بتمثلوا مع بعض وبارتنرز، بيفرق في طبعاً. جو الشغل مع بعض طبعا. اكيد الاتموسفير، ان احنا نبقى زي عيلة. يعني احنا كنا بنصور مش فترة طويلة قوي، بس احنا حسينا في الاخر ان احنا حقيقي احنا كنا عيلة وخلاص كلنا تفرقنا. فدي بالنسبة لي احلى كواليس في حياتي، يعني كلها من اول ما دخلت التمثيل. طب انا عايز اسألك على حاجة. فضل. ناردين، البراءة اللي في ملامحك، يعني حد كيوت قوي ورقيق قوي قوي،
ايه اللي احنا شفناه في تالي راهب ده؟ ايه اللي حصل ده؟ يعني خلينا متفقين ان كل واحد جواه البراءة وجواه برضو شوية غضب. كلنا عندنا التو سايدز. انا من اول ما دخلت التمثيل كان في خوف دايما ان انا وشي بريء قوي، فكل الـ يعني كل الصناع كانوا بيخافوا قوي ان هم يحطوني في مكان يجازف في دور فيه دراما يتطلب غضب او عصبية او حاجة كده. لدرجة ان انا في كومنت اتقال لي قبل كده، انتي نيرفك هادي، انتي هادية ازاي هتتنرفزي ازاي؟ لدرجة ان الناس كانت فاكرة ان انا هادية جدا مع ان انا عصبية جدا. بس ما حصلش مرة قبل كده اتحطيت في موقف في التمثيل او 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 يعني اتحطيت في دور اضطريت ان انا اطلع العصبيه دي، الشخصيه دي. That's why يعني كلهم دايما كانوا شايفيني في دور البنت الكيوت. فثانك يو طبعا لكل الصناع بتاع مسلسل تل راهب ان هم ادوني الفرصه اني كل الصناع العمل ليهم بجد. كل التحيه بجد ثانك يو ليهم جدا ان هم ادوني الفرصه ان انا اطلع السايد ده من جوايا. يعني طبعاً. فرق معايا كتير اكيد. واكيد في مواقف من تل راهب انا مريت بيها في حياتي، شفت ناس حواليا مروا بالظروف دي. ده ساعدك شوية طبعاً في الدور؟ أكيد أكيد. يعني فرق معاكي؟ طبعا، لأن أنا كممثلة أنا طول الوقت براقب، طول الوقت براقب نفسي قبل ما براقب غيري. براقب صحابي، براقب الناس اللي ماشية في الشارع، براقب قرايبي، براقب لما ببقى قاعدة في وسط جروب، يعني براقب كل شخص على حسب الستاندرد بتاعته، على حسب شخصيته، على حسب الباك جراوند، على حسب لو عنده مشاكل نفسيه بيتصرف في رياكشنز بتاعته او ردود الافعال بتبقى عامله ازاي بالظبط. وهي كانت منال، هي عندها مشكله نفسيه كبيره جدا، هي مغروره جدا والايجو بتاعها عالي قوي، وطول الوقت حاسه ان هي ما فيش اجمل منها، عصبيه جدا. أوه. جدا. فانا عصبيه بس مش زيها قوي صراحه. فيعني انا قابلت اكيد ناس شبه منال كتير في حياتي، فده اللي ساعدني طبعا ان انا طول الوقت براقب كل الناس اللي حواليا وبراقب نفسي طبعا. طبعا. طب احكي لي لما كلموكي وقالوا لك انك معانا في فالنتينو مع الفنان عادل امام. الزعيم عادل امام. تحيه كبيره ليه. طبعا اكيد اتبسطت جدا طبعا. كان استاذ رامي امام وقتها كان هو اللي اختارني من اوديشن. اتبسطت قوي ان يعني اي عمل بيبقى فيه استاذ عادل امام الناس كلها بتشوفه طبعا، ودي كانت حاجه بالنسبه لي حلوه قوي. ايوه. انا الدور بتاع فالنتينو انا الناس بتبعتهولي لحد دلوقتي برغم ان هو عدى عليه تقريبا 5 سنين او 4 سنين. بس الناس لحد دلوقتي فاكره الدور ده، معلم معاهم بالزبط. جدا وعلق معاهم جدا بالظبط كده. فكان حقيقي يعني ليا الشرف ان انا اشتغلت فيه وان انا اشتغلت كمان مع استاذ رامي امام. طبعا. طب ناردين خليني اسالك، ايه العمل اللي لما بتشوفيه في التلفزيون بتقولي انا كان نفسي اعمل الدور ده قوي، كنت اتمنى اكون مثلا مكان الممثله دي واقوم بالدور ده؟ ايه عمل كده؟ ما اقدرش احدد عمل معين بصراحه عشان ابقى صريحه، بس طب دور نفسك تعمليه؟ يعني لو تساليني كده انا نفسي اعمل دور حقيقي قوي، يعني ما نفسيش اعمل دور معين. انا نفسي جدا اعمل دور ابقى فيه حقيقيه، زي وزيك، زي بنت خالتي، زي بنت عمتي. يعني لما تيجي انت تتفرجي انت ومامتك واختك واخواتك الصغيرين من اول الصغير لحد الكبير يبقى حاسس ان انت منهم، نقول شبهنا بالظبط. ايه ده انا عارفه لما حصل معايا الموقف ده انا عملت كده. ايه ده بصي عملت ايه، انا لما حصل ده انا شفت بنت خالتي عملت كذا فكان اتصرفت بنفس الموقف ده. فدايما لما تتفرجي عليها تحسي انها منك. بلس ان الاهم من كل ده ان انا بقى قاعده جنب بنتي، جنب اختي، جنب جدتي، احنا كلنا قاعدين بنتفرج على العمل ده. ما فيهوش اي حاجه مبتذله، ما فيهوش اي حاجه اوفر، ما فيهوش اي حاجه كمان حتى لو فيها دراما بس الدراما لذيذه، لايت كوميدي. حتى لو تاثرتي بيها لان انت هتحسي انها من اهلك، فلو تاثرتي بيها هتتأثري بيها بس برضو بشكل لايت. طبعا. مش هيبقى التأثير قوي. وحاجة كمان ان لما الحلقات تخلص او العمل نفسه يخلص توحشك. عشان انت حسيتي انها منك، عشان صدقتي فيه قوي. بالظبط كده بالظبط. فابقى مركزة فيها قوي، ابقى مركزة في تفاصيلها وتبقى تفاصيلها حقيقية، ردود افعالها طبيعية. يمكن هو ده اللي انا نفسي اعمله قوي، وتبقى بطريقة لايت كوميدي تنسي الناس شويه الهموم والمشاكل والضغط.
كده. يعني نقدر نقول ان نارجين عبد السلام مثلا مش هتلجأ لادوار الاغراء مثلا؟ لا، يعني في حاجات معينه كده مش هتحبي ان انت تقومي بيها، او في ايه غير الاغراء مثلا؟ ايه ادوار مش يعني انا ما يعني مش ضد حاجه معينه، بس انا شخصيتي لا، ما اقدرش اعمل كده طبعا خالص. ايه تاني ممكن ما اعملهوش؟ لا ما اظنش في حاجه تانية. لا انا ممثله، فالممثل بيعمل اي حاجه. بس احب اعمل الحاجات الحقيقيه اكتر، القريبه من الناس. طيب ناردين، خليني اسالك دلوقتي، ايه موقف صعب مريتي بيه في عمل معين ما تنسيهوش، ما كنتش متخيله انك ممكن تمري بيه وتحطيتي في موقف بس اديتي فيه وسديتي فيه جامد؟ صراحة ما فيش حاجة معينة مريت بيها كانت صعبة قوي، بس كل اللي أقدر أقوله لك إن خبرتي في مجال التمثيل علمتني إن أنا أبقى دايماً ردود أفعالي سريعة ودايماً هادية، ودايماً أي موقف بتحط فيه أنا بعرف أتصرف. أكيد أول ما بدأت ما كنتش كده، كنت بتلخبط وكنت بتوتر، لكن دلوقتي يعني أنا حاسة إن أنا على مدار السبع سنين الحته دي اتغيرت فيا قوي. ف وات ايفر انا مريت بايه انا هقدر تو هاندل ات، يعني هقدر ان انا اعدي. بس حقيقي مش فاكره موقف معين. طب ايه موضوع بقى انك عملتي دور سعاديه مع استاذ عمرو عبد الجليل؟ لا احكي لنا عن الدور ده. ده كان لذيذ قوي. يعني هو كان اوديشن برضو، كان لكنه صعيدي. طبعا انا كنت اول مره في حياتي اتكلم صعيدي. ما كنتيش خدتي اتمرنتي او قعدتي مع حد عرفك؟ طبعا اكيد اكيد. يعني عرفت الاول، يعني اتمرنت شويه على اللكنه الصعيدي، وبعد كده اللي هو مع مصحح اللغه كان في استاذ، يعني وقتها كان استاذ كبير، وبعدها عملت الاوديشن والحمد لله ان انا اتقبلت يعني، وكان حلو جدا. يعني الدور بالنسبه لي كان اول مره اعمل دور سعاديه، فكان لذيذ جدا بالنسبه لي يعني. الحمد لله حبيتك جدا فيه، كلنا حبيناكي فيه. ايوه كان لذيذ قوي. ثانك يو ميرسي. طب ناردين اسالك سؤال، لو اتعرض عليك انك تعملي فوازير او استعراض، تحبي تروحي للاتجاه ده ولا تفضلي ان انت الاعمال اللي بتقومي بيها في الدراما او في التلفزيون، في السينما قصدي او في التلفزيون؟ لا احب طبعا الفوازير. طبعا طبعا، يعني ده حلم بالنسبه لي، ويا رب اني احققه. اكيد انا برضه طبعا بحب الرقص جدا. انا من وانا في المدرسه كنت دايما برقص، بعمل اللي هي فنون شعبيه، كنا دايما بنبقى فرقه شعبيه، ودايما كنت انا ببقى في الاول عشان بحفظ الرقصات كويس قوي، كنت شاطره جدا وما بنساش اي حاجه. فكنت دايما ببقى في الكواير في الاول برضو، وفي اللي هي الفرقه الشعبيه كنت دايما انا ببقى موجوده، يعني لابسه جلابيه كده وبقعد ارقص بقى. حلو حلو، يعني من زمان عندك. انا بحب فوزير جدا. طبعا طبعا. طب اسالك حاجه، بما انك جربتي التلفزيون والسينما، انهي اصعب او ايه هنا بتواجهيه مش موجود في ده او العكس؟ هو ما فيش حاجه اسمها اصعب واسهل من وجهه نظري طبعا البسيطه. انا بشوف على قد ما بتبقى الدور انت حاساه قوي، مذاكراه كويس قوي، مصدقاه، بيبقى سهل قوي بغض النظر في التلفزيون او في بالظبط كده. بالظبط، ومصدقاه ومقتنعه بيه وحابه نفسك فيه. على قد ما بيبقى الموضوع سهل قوي. يعني انا مثلا في المسلسل الكبير، انا بالنسبه لي اسهل، يعني هو كان طبعا دور لذيذ، بس كان بالنسبه لي اسهل دور في حياتي، كان سلس قوي وسهل قوي وطبيعي. فانا بحس ان كل ما بتبقي مصدقه الدور قوي وحابه نفسك قوي فيه، كل ما بتحسي نفسك ان انت بتمثليه وانت بسيطه، وانت مرتاحه. بالظبط، بتبقي مرتاحه قوي وبتطلعي مشاعرك كانها طالعه سلسه وبسيطه، ما هو انت اصلا داخله جوه الشخصيه فكانك هي. فبالتالي اي حاجه تانية حواليكي مش بتكون صعبه، مهما كانت صعبه انت اللي بتسهليها بان انت تبقي مصدقه قوي الحاجه اللي انت بتعمليها. طبعا. طب ناردين، خليني اسالك عن الحاله العاطفيه. هل نقدر نقول ان ناردين مرتبطه ولا احنا مركزين بس في شغلنا دلوقتي؟ لا مش مرتبطه. مش مرتبطه. مركزه اكتر في شغلي. كل التركيز دلوقتي للشغل. بصراحه. طيب ناردين، خلينا نسالك، مواصفات فتى احلامك ايه؟ ده سؤال عميق قوي. لا حابين نعرف منك. اوكي، يعني بالنسبه لي اهم حاجه انه يكون ناجح،
مش لازم يكون حلو يعني، ممكن يكون شكله لطيف شكلا يبقى مخلص، ما يبقاش كذاب. بالنسبة لي الشخص الكذاب ده شخص جبان مش بيعرف يواجه طبعا. يبقى supportive، يدعمني، يشوفني أشطر وأنجح واحدة في الدنيا حتى لو أنا مش كده. دايما يبقى معايا، يعني أهم عندي من إن هو يكون حبيب إن هو يكون شريك حياة. مش أي حد بيعرف يبقى شريك حياة طبعا، أي حد يعرف يبقى حبيب، بس شريكي في حياتي يعني صاحبي وحبيبي وجوزي وزميلي في الشغل، يبقى معايا في يومي، يعني يساعدني يشجعني، يبقى جدع طبعاً. عشان أنا جدع قوي ويعتمد عليا، فلازم الراجل اللي معايا يكون هو كمان يعتمد عليه وأقدر أني أعتمد عليه طبعا، لأن دايما الشخص اللي الناس كلها بتعتمد عليه بيبقى صعب قوي يلاقي حد هو يعتمد عليه طبعا طبعا. والأهم من كل ده أنه يكون بيحبني طبعا. أضافة أيوة. لازم أكيد أكيد، ويبقى جنتل. دي مهمة طبعا. لا ده كل الحاجات دي مهمة، ما ينفعش حتى توقعي حاجة خالص، كلها خالص. أساسية، هي كلها مهمة جدا فعلا. أيوه فعلا. طيب ناردين، خليني أسألك، خلال مشوارك الفني إيه التحديات اللي واجهتك؟ هل في كان تحديات من نوع مثلا إن حد بيحاول يقف في طريقك، صعوبات زي ما ذكرتي في الأول إن أنت كنت في محافظة ونقلتي محافظة، إيه التحديات اللي واجهتك؟ اكيد التحديات ان انا كنت في بلد انا ما اعرفش فيها حد، فكان الموضوع صعب عليا قوي، انا لوحدي مش معايا اهلي، فكنت بواجه كل ده لوحدي، ما كانش في حد معايا خالص. ان انا كنت باجي من اسكندريه للقاهره عشان اخد ورشه تمثيل او اجي اوديشن او اجي اعمل كاستنج، ده كان صعب لان كل ده كنت لوحدي. يمكن اهلي ما كانوش سبورتيف انف، لان هم كانوا خايفين عليا برضو، كان اوت اوف يعني خوفهم عليا برضو، انا مش قادره برضو ابقى متحامله عليهم قوي لان هم حقهم اكيد، لان انا لوحدي وفي اسكندريه، فان انت تروحي بلد وكانوا شايفين المجتمع ده يعني هتدخلي فيه ازاي وتطلعي في التلفزيون ازاي وتقابلي الناس دي ازاي، فكانوا مكبرين الموضوع شويه. انا كتير كنت بقول لهم والله مش للدرجات دي، الموضوع عادي، بس هم كانوا بيخافوا جدا عليا، وده حقيقي حقهم يعني طبعا. فانا شايفه ان المشوار كله كان تحديات، يعني انا يعني طول السبع سنين بتحدى بس نفسي بقى والظروف اللي بتحصل لي طبعا. وان اي موقف بيحصل لي انا ما فيش حد اقول له الحقني، انت لازم تساعدي نفسك طبعا اكيد، فده اكيد فرق معايا كتير قوي يعني. طب ردود افعالهم ايه بقى لما بيشوفوا الاعمال بتاعتك في التلفزيون او في السينما؟ لا مامي دلوقتي بقى تقول تجيب جارتي جارتها مثلا، تعالي اتفرجي بنتي، تعالي مش عارف يعني، بقت مبسوطه قوي دلوقتي طبعا. يعني اختي برضو بقت مبسوطه بيا جدا، اهلي كلهم بقوا proud of me دلوقتي وقالوا لي يعني احنا كنا خايفين عليكي واحنا اسفين ان احنا ما كناش supportive enough معاكي، بس بعد اللي شفناه بعد كده لا حقيقي برافو يعني. فلما بشوف في عينيهم الفرحه وهم قاعدين بيتفرجوا عليا وتقولي انت هنا كنت حلوه قوي، انت هنا كنت اوفر شويه، انت هنا مش عارف كذا يعني. في طل راهب كمان كان ليها يعني كان ليها فيدباك، هي اتخضت مني طبعا، قالت لي ايه ده، عارفه ان انت طيبه، مين دي؟ لا كمان انا عايزه اقول للساده المشاهدين ان كمان ناردين مش يعني هي رقيقه، وكمان بره الكواليس واحنا بنتكلم هي رقيقه جدا يعني بونبونايه خالص بجد والله. بس عندي سايد تاني اكيد، كلنا عندنا، كلنا بس سايد ان انت كمان المشكله في ايه؟ لملامحك فيها براءه كيوت جدا فاحساسك لما تطلعي المشاهد اللي شفناها في تالي راهب دي، لا مين دي ازاي؟ والله انا اتخضيت بجد يعني، انا خفت من نفسي اصلا. لا جميله يا ناردين، ثانك يو، حقيقي بنتمنى لك كل التوفيق. ميرسي. خليني اسالك عن دورك في جودر مع الفنان ياسر جلال، بالديكور بالاداء بكل الاجواء بتاعته، احكي لي عنه اكتر. انا بالنسبه لي الدور ده كان يعني يعني انا دايما كنت بتفرج على حريم السلطان، فكنت دايما ببص على الجواري بقول انا كان نفسي قوي اعيش في الوقت ده. فلما جالي الدور رحت عملت الاوديشن، كنت بقول يا رب يعني يا رب بجد ابقى ياسمينة يعني، كنت حابه الشخصيه قوي، كنت حابه ان هي طيبه وبتحب شهرزاد قوي، كنت حابه لبسها، بيعملوا الشعر ازاي، الاكسسوارز، يعني اوفرول العمل خطير.
الديكور طبعا خطير، بس خليني اتكلم على شخصيتي اكتر. كنت حابه طريقتها وهي بتتكلم. البنات في الوقت ده كانت قد ايه بيور وجميله وما عندهاش اي نوايا وحشه خالص، بغض النظر ان في شخصيات تانية يعني كانت بتبقى خطيره وسيئه جدا، بس انا بتكلم على دور ياسمينه. كان دور بنت طيبه جميله قريبه جدا من شهرزاد، بتحبها قوي طول الوقت، خايفه عليها. فكان بالنسبه لي الدور بصراحه يعني جميل وكان قريب من قلبي. حاسه ان في شويه من شخص منك كتير. كتير. كتير من السايد الطيب اللي بيحس طول الوقت انا لا انتمي لهذا المجتمع. يعني انا كتير قوي بحس ان انا كان نفسي اكون في الوقت ده قوي. حقيقي الوقت ده كان قد ايه هم جمال وعلى طبيعتهم، وما كانش فيه بقى ولا انترنت ولا كان فيه تلفزيون ولا كان فيه الاوتينجز بتاعت دلوقتي والخروجات والمظاهر. بالظبط كده، كانوا طبيعيين قوي. وكانوا صافيين من جوه قوي، كان قلبهم حلو. طبعا طبعا. فحقيقي بجد كانت الاجواء كمان جميله قوي. استاذ ياسر جلال دي ما كانتش اول مره اشتغل معاه، اشتغلت معاه قبل كده في دول راجل. اختيار. هو كان شخص جميل قوي. ودوره كمان عمله حلو جدا. لا هو فنان جميل، انا بوجه له كل التحيه. وبشكر طبعا شركه اروما على الانتاج، حقيقي كان عمل عظيم قوي واتبسطت جدا فعلاً. ان انا كنت فيه حقيقي. واحنا كمان انبسطنا بيكي قوي. ثانك يو. طيب عايز اسالك على حاجه يا نردين، مين نفسك تمثلي معاه او معاها؟ مين بتحلمي ان انا نفسي اعمل دور معاه او معاها؟ بصراحه كتير قوي، مش عايزه يعني اقول حد معين. اسم مثلا ممثل او ممثله. اوكي، مفيش حد معايا اصلا. انا نفسي امثل مع ناس كتير قوي يعني. لا، واشتغلتي كمان مع نجوم كبار زي الفنانه كمان يسرى في حرب اهليه. بالظبط، انا بحبها قوي. جميله هي، بحب يسرى جدا. فلا يعني مش عايزه اقول حد معين وانسى ناس كتير تانية. نفسي امثل مع ناس كتير قوي، بس الاهم من الحد اللي نفسي امثل معاه، انا نفسي اعمل حاجه قريبه من قلبي اكتر من ان انا امثل مع حد معين. يعني الممثلين كتير جمال وكبار وعظماء طبعا، فمش حابه يعني ان انا اقول اسم حد او شخص معين. بس ممكن اقول لك مخرج معين. مين؟ طيب. يعني تامر محسن طبعا. طبعا يعني ده ممكن من اكتر المخرجين اللي حقيقي نفسي اشتغل معاهم قوي. طبعا انت اشتغلتي قبل كده مع بيتر ميمي ومع مجموعة كبيرة من المخرجين الكبار. خلينا نشوف مع بعض الصور اللي عايزة مع بعض تحكي لنا عنها أكتر. حاضر. طيب أوكي، ده دل راجل. احكي لنا عنها أكتر. أنا يمكن صورت دل راجل ده كان جاي لي فجأة، يعني كان جاي ما كنتش لحقت أذاكره ولا أي حاجة خالص. فكنت داخلة طبعا اللوكيشن، كنت قلقانة جدا. استاذ ياسر حقيقي طمني قوي وقال لي انت شاطره وبرافو عليكي، وان انت يعني لميتي الشخصيه بسرعه وذاكرتيها بسرعه ودخلتي جواها بسرعه، لان يعني البنت كانت طالعه فلاحه، فكان كتير قوي بيقول لي ان شكلك كيوت وبتلبسي ازاي هتبقي كده يعني. فانا دخلت جوه الشخصيه قوي وعملتها حلو قوي، وهو كمان ساعدني جدا حقيقي يعني. طب احكي لنا ايه عن فنان ياسر جلال احنا ما نعرفوش، يعني ايه مش بيبان لنا او مش هنقدر نتعرف عليه غير لو حد بيتعامل معاه؟ بصراحه انا يعني كنت بحس منه شويه ان هو شخصيه صعبه. يعني كانت كل الادوار اللي بيعملها كان بيطلع سيريس قوي وجد كده، فلقيته شخص بسيط قوي ولذيذ جدا وبشوش. يعني انا كنت دايما بشوفه في كل الادوار، كان دايما كان بيبقى طالع فيرم قوي كده وشخصيه جامده. حتى برضه هنا في دل راجل كان برضه شخصيته جامده، فما كنتش متخيله ان هو بسيط قوي، كنت خايفه منه في الاول. الجانب الطيب اللي انت اتعاملتي معاه او لمستيه في شخصيته، طيب او سلس. يعني شخص سهل جدا التعامل معاه. بس فيمكن هي دي اللي هو بيدي انطباع غير شخصيته خالص يعني. طب مين نرديم الفنانين او الفنانات اللي دعموكي في مشوارك؟ لا، مفيش حد معين خالص يعني. انا بشوف ان مشواري كله انا اللي دعمت نفسي حقيقي. طب خلينا نقول ردود افعالهم ايه او تجاوبهم ازاي بيبقى مع مشاهدك. يعني بياخدوا مثلا بيعلقوا لك خدي بالك من كذا، لا هنا كنت كويسه، بتلاقي ده؟ طبعا اكيد. اكيد يعني انا عمري بصراحه ما اشتغلت عمل مع فنان كبير سواء فنان او فنانه ما ساعدونيش في بداياتي.
يعني انا في بداياتي اول ما بدات كان ليا مشهد مع وفاء عامر. انا المشهد ده بالنسبه لي انا بحبها جدا جدا، هي اسكندرانيه زيي. التصوير كان وقتها في اسكندريه وجا برضو بالصدفه، يعني انا شغلي كله كان بيجي بالصدفه، بتوفيق من عند ربنا طبعا اكيد، وبعد كده بيكون صدفه. فانا رحت صورت، فكان اول مره في حياتي، يعني كان بعد كازابلانكا على طول، فكان اول مشهد اتكلم فيه. انا كنت من بره عاديه جدا، من جوايا انا قلبي ده كان بيدق كده طبعا. كنت تعبانه جدا وخايفه جدا وقلقانه، فهي حست بيا من غير ما اتكلم، قالت لي ما تقلقيش ما تخافيش، الحياه بسيطه جدا، ادخلي جوه الشخصيه، اقتنعي باللي انت بتقوليه، انت شاطره، انت جميله. وقعدت معايا ويعني عملنا بريك ذا ايس، يعني زي ما بيقولوا كده، قالت لي تعالي نشرب قهوه مع بعض، وقعدنا نتكلم مع بعض شويه. فلما جيت عملت المشهد حقيقي كلهم قالوا لي برافو، يعني ازاي ده اول مشهد ليكي وعملتيه بالشطاره دي والسلاسه دي. الحمد لله، يعني الحمد لله. طيب خلينا نشوف معانا صوره تانية. اوكي. كبير. ايه اللي حصل ده بقى؟ ايه اللي حصل ده بقى؟ انا هنا كنت بقول له انا سبت الدراسه من زمان، انا خرجت من ابتدائي. خرجت من ابتدائي؟ خرجت لوحدك؟ لا، ما انا كنت مع اخويا. ايوه على طول انا ستريت، انا بخرج مع اخويا بس. لا جميل جدا، دورك كان هنا جميل جميل جميل، وعمل رائع طبعا. يعني ايوه كان طبعا، الجزء الثامن من الكبير قوي. عمل رائع فعلا، ودورك فيه كان حلو قوي. اكيد اكيد. وهو ده اللي انا بحبه، اللايت كوميدي. اللي هو كوميديا الموقف. مش ان انا اعمل حاجه، يعني كانت يعني معظم الكومنتس اللي سمعتها عن دوري في الكبير انك ما انت ما جرب، يعني انت ما حاولتيش تضحكينا، انت كنت متقمصه الشخصيه قوي. فمن كتر ما انت متقمصاها، هي الشخصيه اصلا مضحكه، يعني الشخصيه واثقه في نفسها قوي، وهي اصلا مش متعلمه وسابت الدراسه، فانت جايبه الثقه دي منين يعني؟ فهي طول الوقت بتضحكنا بالاتيتيود بتاعها، وان هي مصدقه نفسها قوي، وهي اصلا عبيطه، يعني هي شخصيه عبيطه وتافهه جدا، بس هي فاكره نفسها بقى يعني بتفهم قوي وكده. بس كانت جميله جدا. ثانك يو نردين عبد السلام، احنا كنا سعداء جدا بوجودك معنا النهارده، حقيقي استمتعنا بالكلام معاكي، واستمتعنا ان احنا نعرف اكتر عن مشوارك الفني، ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وان شاء الله نشوفك في اعمال كبيره زي ما عودتينا من ساعه ما بداتي. كل التوفيق. مرسي جدا ليكي، ثانك يو. انا كمان مبسوطه قوي اني كنت معاكي النهارده، وان شاء الله نبقى مع بعض مره تانية باذن الله. ثانك يو. مرسي حقيقه. ان احنا طبعا وصلنا خبر وفاه الفنان الكبير صلاح السعدني، بنعزي كل اسرته، بنعزي زميلتنا ميرات السعدني والفنان الكبير احمد السعدني في وفاه والدهم. الحقيقه ربنا يا رب يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب. ربنا يا رب يصبرهم ويصبر كل مصر، لان حقيقي هو قدم كتير من الاعمال الفنيه التي لا تنسى ابدا ابدا، زي ارابيسك وزي ليالي الحلميه وكتير من الاعمال الدراميه والسينمائيه. خلينا ان شاء الله نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، معاكم رنيم خالد من برنامج من اهل مصر. أحلام البنات وأسباب سعادتهم بسيطة جداً، قاعدة حلوة مع أصحابهم، قصة شعر جديدة، لون شعر جديد. التجديد عامة بيحسن في نفسيتنا جداً، إلا في حالة واحدة، بشرتنا. دايماً عايزينها تكون صافية وجلوي حتى من غير ميك اب، وده لأن مش زي ما ناس كتير فاكرة الميك اب مش بيغطي كل حاجة، لازم نهتم بالأساس الأول عشان الميك اب يطلع حلو. دي ممكن تكون أكتر حاجة بتتمناها أي بنت. طب ازاي ممكن نوصل للبيبي سكين او الفلترد سكين؟ حاجات بسيطه لو دخلناها في روتين يومنا، وحاجات بسيطه تانية لو بعدنا عنها، هنقدر نوصل لده. هنعرف كل ده واكتر مع الاستاذه ايمان كمال، اونر عيادات وومي في مصر والخارج، والدكتوره ميرنا ابو الحسن من فريق عيادات وومي. اهلا بيكم، نورتونا. اهلا بيك يا رنا. اسمحي لي ابدا بحضرتك الاول. اتفضل. ممكن تقول لنا ايه اخر تقنيات نضاره البشره؟ بصي، هو نضارة البشرة ده يعني حاجة العالم كله بيشتغل عليها، والعلماء بيشتغلوا عليها عشان نقدر نحقق مصطلح نضارة البشرة، يعني أو الانتي ايجينج بروسيس اللي احنا بنعملها علشان نأخر ظهور العلامات التعبيرية بتاعة وشنا، أو العلامات عامة بتاعة السن. فنضارة البشرة هو مصطلح مطاط،
في تحت المسمى ده حاجات كتيرة جدا ظهرت، من أول الراديو فريكونسي والمحفزات اللي بتحفز النضارة وبتخلي بتعمل بتحفز إنتاج الكولاجين بتاع البشرة، فدي من الأجهزة الطبية اللي بنستخدمها لده زي الفور بلس مثلا. وبعد كده للمحفزات اللي بالحقن زي السكين بوسترز، وحاليا ذا ليتست أو أحدث حاجة أو أحدث إيرا في عالم التجميل وهي الاكزوزومز. في كذا منتج من المنتجات بتاعت الاكزوزومز اللي نزلت مصر بالفعل. الاكزوزومز هي احدث حاجه في عالم النضاره، هي جلسات انجكشنز بتتعمل فيري سيف في العياده، بتحفز انتاج الالاستين والكولاجين بتاع البشره، واللطيف فيها انها مدتها طويله جدا، يعني لونج لاستنج، بتقعد مده كبيره جدا معانا، ممكن نقعد لغايه اب تو سنه بعد ما نعمل مثلا 3 جلسات، ممكن نقعد اب تو سنه مش محتاجين نعمل حاجه تاني في بشرتنا. طب وهي بتبقى لاي سن عادي؟ هي بتتعمل طبعا كل عامه الحاجات بتاعتنا او الاجراءات التجميليه، انا من الناس اللي بترجح انها تكون بعد سن ال 18 لحد بقى زي ما انت عايز، بس طبعا عدد الجلسات وطريقه بتاعه البروتوكول اللي بنستخدمها لكل سكن، لكل نوع بشره، لكل سن بتكون مختلفه عن السن التاني، وعلى حسب استجابه البشره اللي قدامنا وحالتها واصله لايه. طب يعني احنا نقدر نستخدمها حتى بعد ظهور التجاعيد؟ طبعا طبعا نقدر نستخدمها بعد ظهور التجاعيد. الافضل طبعا ان احنا نبدا بدري علشان ما تظهرش اصلا التجاعيد، ولكن نقدر برضو نستخدمها بعد ظهور التجاعيد، ولكن الاكسبكتيشنز من التحسن اللي هيبقى احنا عايزينه هيبقى اقل شويه من السن الاصغر، فلكن هتحسن كتير، هتعمل فرق كبير، فاهماني؟ فانا كلمتك يعني جنرالي كده عن الاكزوزومز اللي هي اللي بنقول عليها دي احدث حاجه، ومعانا دكتور ميرنا ابو الحسن من الاستاف القوي عندنا. هي ممكن تقول لك تكنيكالي الاكزوزومز بتشتغل ازاي. طب دكتور ممكن تعرفينا الاكزوزوم بتشتغل ازاي وبنحتاج كام سيشن عشان نشوف فرق واضح؟ بصي الفرق الواضح نبدا بس باخر الجمله، بتختلف من شخص للتاني. الفرق الواضح بنشوف الاول الكيس، كل بيشنت بيختلف هو محتاج ايه، والتريتمنت بلان بتاعته هتاخد وقت قد ايه عشان يشوف فرق، عشان دلوقتي الاكسبكتيشنز بقت عاليه قوي عشان الماركت بقى مليان دلوقتي كبرودكتس وكبروسيدرز. فنبدا بسيط كده، الاكزوزومز بنستعملها ازاي وهي ايه. الاكزوزومز بنستعملها للبيشنتس من اول ال 20s، من اول 18. الفكره مش في السن، الفكره في هاو اولد از ماي سكن، يعني انت عمر بشرتك ايه. في ناس صغيره بشرتها تحسيها انها تديها سن اكبر من عمرها بمراحل، في ناس كبيره الدي ان ايه بتاعها زي مثلا جيناتكس، يعني بترانز في الجينز بتاعه البني ادم، في ناس بتبقى كبيره بس ستيل تحس انها لسه صغيره. الاكزوزومز بقى لعبه الفكره اللي كل الناس بتدور عليها، ان ازاي جسمك يطلع، يعني يطلع البروتينز اللي انت محتاجاها عشان تطلعي كولاجين، طلعي إلاستين من غير ما تحتاجي زي يعني سورس من بره زي الفيلرز. في ناس بتبقى ضد اللاين ده، مع ان ستيل هو لاين محبذ في كيسز كتير، بس الاكزوزومز مجرد بولينوكليتايد بنحقنه في البشره، مجرد ان هو بيطلع لك ماسنجر او مرسال لبشرتك اللي هو يلا طلعي كولاجين، يلا طلعي إلاستين، فبتنتج بشره جديده، فبتشوفي جلوينج، بتشوفي نضاره، بشرتك ما بتكبرش. بالنسبه للبشره اللي كبرت بتحفز انها لا يلا نعمل كولاجين تاني، يلا نعمل ستيميليشن لكل الجروس فاكتورز اللي عندنا، البروتينز اللي احنا محتاجينها عشان نشوف فرق في بشرتنا ما نكبرش. اللاين دلوقتي بتاع كل التجميل في العالم ان انت هاو تو ايج جريسفلي، ان انت ازاي تكبري من غير ما تحسي ان انت بتكبري، ان احنا طبيعي بنكبر، بس ازاي نكبر من غير ما يبان علينا بالظبط، من غير فاين لاينز، من غير رينكلز، من غير ستريس يطلع كله في وشنا، التجاعيد، الحاجات دي بتفرق معانا قوي. طيب دكتور ميرنا، بما ان الاكسيزوم بيقلل اثار الحبوب والحفر اللي بتطلع في الوش، هل هو بديل للليزر والفراكشنال والفيلر ولا هو مش بديل؟ مفيش كلمه معينه اسمها بديل لحاجه. كل بيشنت لما بنشوف السكن كواليتي بتاعته،
السكارز بتفرق من شخص للتاني. في ناس معالجتش اصلا اثار الحبوب وسكارز قديمه واثار نتيجه عمليات، في ناس تانية بتبقى الاثار خفيفه شويه. فعلى حسب كل كيس اقدر ان انا اقول هنحقن اكزوزوم عشان يحصل هيلينج اسرع، عشان بيبقى في بيشنتس مش بيحبوا البروسيدير بتاعه الفراكشنال. فراكشنال والار اف في تاشيرات في الحر اللي احنا فيه وفي الجو بتاع مصر عامه، مش الطف حاجه ان انت تاخدي اجريسيف تريتمنت للبشره، انها بتبوظ بتتهيج اكتر نتيجه التريتمنت ده. فبنحب ان احنا نحقن حاجه سيمبل بروسيدير في العياده، ما بتاخدش 5 دقائق. مجرد ان هو ما لهوش اي اثار جانبيه تل الريسيرشز ل 2024 ما فيش اي اثار جانبيه للاكزوزومز. طيب هل الاكزوزوم بيستخدم بس للوش ولا عادي نستخدمه لباقي الجسم؟ بصي، هو دلوقتي بقينا بنحبه قوي للشعر عشان هو بيعمل نمو للبروتينز اللي بتطلع نمو للشعر اكتر، ومش بس ان هو بيطلع نمو اكتر للشعر، لا كمان هو بيتقل سمك الشعراية. يعني الناس اللي عايزه شعرها يبقى هيلثي اكتر بنحب ان احنا نحقن اكزوزوم مثلا مع بي ار بي او مع التريتمنت اللي احنا عاملينه عشان يساعد في نمو اسرع للشعر وفي نفس الوقت يكون صحي اكتر. وفي برضو انتي انفلاماتري افكت للاكزوزوم، ان لما بيكون في اي انفلاميشن في مناطق معينه في الوش في الجسم بنحب ان احنا نحقن فيه اكزوزوم عشان يحصل هيلينج اسرع للمنطقه. طيب استاذه ايمان، ممكن تقولي لنا احنا سمعنا كتير الفتره اللي فاتت عن الفيس اوف بيلينج، والفيديوز بتكون صعبه جدا بس النتائج برضو بتكون مبهره. هل الفيس اوف بيلينج بيكون موجود في مصر وهل هو امن ولا لا؟ بصي، هو موجود في مصر اوكي، ولكن بصراحه انا بشوفه ان هو فيري اجريسيف، يعني فيري اجريسيف على السكين بتاعتنا. احنا بنشيل طبقه من طبقات الجلد، ف هو بيشيل كذا طبقه مش طبقه واحده صح؟ يعني فطبعا يعني انا بحب الحاجات اللي هي ممكن نشيل طبقات بس خفيفه، لكن فيس اوف ان احنا نشيل بالكامل ونعرض البشره يعني ان هي لاي نوع من انواع اشعه الشمس، التراب، الحاجات هتبقى فيري سنسيتيف، فممكن ان يحصل بقع، بيجمنتيشنز اكتر بتاع. يعني انا مش برشح الحاجات اللي هي التو ماتش اجريسيف على البشره، لان طبعا وتكرارها بيعمل كوارث يعني، فاهماني؟ فمش دي افضل حاجه. في كتير انواع بيلينج ممكن احنا نستخدمها، تقدر تقشر وتعمل نفس الوظيفه من غير الفيس اوف اللي هي بتشيل طبقات كبيره وكده، وبتعرض الجلد اوريدي ان هو يبقى مور اريتيتد او ان هو يتاثر بسهوله بالعوامل الجويه. طيب حضرتك تنصحينا بايه انواع بيلينج؟ لا، في انواع كتير قوي، كل بشره وليها نوع. يعني احنا از دكتورز في الكلينيك بتيجي البيشنت بنعمل لها اسسمنت، نشوف ايه الانواع اللي ممكن تتناسب مع نوعيه البشره، بلس ان هي كل كيس زي ما قلنا ليها طريقه وليها بروتوكول، ليها حاجات تنفع حاجات ما تنفعش. فالبيلينج في انواع كتيره جدا بس جدا عايز منه، اضيف مفيش حاجه اسمها نوع بيلينج للبشره. البيلينجز احنا بيجي لنا زي برودكتس بتيجي مثلا كمصر، مثلا بيجي لنا برودكتس احنا كدكتورز بنختار ايه المناسب لكل بشره. بالزبط. مثلا حاجه اجريسيف قوي هتعمل بيلينج قوي بنستعملها للركب للكوع، ما اقدرش استعملها في الوش. في الوش مظبوط، زي ما قلت لك البشره بتاعتنا سو سنسيتيف، ما ينفعش تيك ات ستيب باي ستيب عشان تشوفي ريزلت او سيجنيفيكانت ريزلت من البروسيدير اللي انت هتعمليها. لكن ان احنا نعمل فيس اوف او ندخل باجريسيف تريتمنت مش هتشوفي اي ريزلت، هتشوفي بس زي بي اي اتش او بيحصل مشاكل اكتر، بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، يعني بيحصل اسمرار للمنطقه مش بتفتحها او مش بتشوفي نضاره، لا انت بالعكس هتجيب نتيجه عكسيه يعني. طب بالنسبه للفيس يوجا، هل هو بيأثر فعلا ولا لا؟ هي ده ترند جديد نازل، مع كل احترامي هو طبعا بينفع في حاجات بس مع مرور وقت طويل صح؟ بالظبط، سمبل كيسز قوي، بلس ان الحاجات دي مش هكدب عليكي الريسيرشز بتاعتها لسه مش يعني
ملهاش ريزلتس محترمه ان انا اقدر اطلع واتكلم عليها واقول انها فعلا كويسه للبشره، او ان انت هتشوفي. يعني انا بالنسبه لي في ناس بيعملوها غلط مجرد بتعملي اريتيشن للبشره، ناس تعمل فيس يوجا تفضل تشد البشره لورا تشد وتعمل مساج اجريسيف مساج، لا بالعكس انت بتهيجي بشرتك اكتر وبتحسي ان انت عامله زي فورس على البشره هترياكت ليها وهترياكت مش بطريقه كويسه. ف يعني اي دونت ريكومند ات قوي الصراحه. طيب حضرتك ممكن تقول لنا في دكاتره كتير بتقول ان الجلد هو المرايه للي جوه الانسان، ايه الحاجات اللي ممكن نبعد عنها في روتيننا اليومي فنلاقي بشرتنا بتتحسن تلقائيا؟ الحاجات اللي ممكن نبعد عنها الدهون الاكل الدهون الكتير، الحاجات اللي ممكن السكريات الكتير، الحاجات اللي ممكن نبعد عنها اللي بتطلع حبوب طبعا تعرض لل لا هي كمان مش بس تعرض لل مش بس الحبوب هي هي الاكل بتاعنا هو بترفلكت على بشرتنا فورا يعني وعلى جسمنا وعلى طبيعتنا وعلى كل حاجه، فاحنا لازم ان احنا نبقى مراعيين ان احنا بناكل هيلثي فود او بناكل اكل يحترم، يعني اكل بمعنى اصح يفيدنا ما يضرناش. فنبعد عن السكريات، نبعد عن النشويات الكتير، نبعد عن الدهون الكتير. سمعت كمان منتجات الالبان المفروض منتجات الالبان ليها برسنتج مش بنبتعد عنها ولكن ليها برسنتج معينه لازم تبقى موجوده في النظام الدايت بتاعنا، ولكن مش ما تعديش يعني برسنتج معينه. في كمان الاشعه الشمس مثلا في طريقه معينه لازم انزل ابقى حاطه سان بلوك عشان خاطر الدنيا تبقى تمام ما اتعرض. بيقولوا ان السان سكرين الناس اللي بتستمر على استخدام السان سكرين ده بيقلل 10 سنين من انه يطلع لنا تجاعيد. هو لان اوريدي العوامل الجويه والشمس بتاثر على بتعمل ايجنج للبشره فلما نستخدم السان سكرين معانا على طول الوقت ده بيحافظ على بشرتنا من اشعه الشمس الضاره، فبالتالي الطبيعي جدا انها بتقلل يعني بتقلل مش بتقلل العمر، هي بتخلي صحه البشره احسن بحيث ان العمر ما يبقاش باين بس كده. طب دكتور ميرنا ممكن تقول لنا ندخل ايه في روتيننا اليومي عشان بشرتنا تبقى احسن؟ ندخل ايه دي بتفرق، يعني ما فيش حاجه ان احنا نقدر ندخلها نشوف ماجيك يعني بشرتنا في ثانيه هتتحسن، بس في حاجات بتفرق يعني شرب المايه الكتير بيفرق مهم قوي شرب المايه. لا بصي هي دي حاجات اساسيه لحياتنا بس في ناس كتير برضو مش بتعمل كده، هو مش صراحه بتشرب مايه يعني كتير. اكتر حاجه لازم نعملها غير المايه سان سكرين ومويسترايزر، لازم نرطب بشرتنا، الثلاث حاجات دول يعني اهم من السيرمز اهم من اي حاجه، عشان انت ما ينفعش تكوني بشرتك جافه وتيجي تستني انها يعني تتحسن مع اي بروسيدر، لازم نكون دايما بنستعمل المويسترايزر بتاعنا ديلي الصبح وبالليل ونستعمل السان سكرين. طيب دلوقتي احنا معانا ريفيوز لحالات من عيادات وامين هنتفرج عليها مع بعض. عندنا النهارده الفنانة الجميلة داليا مصطفى من عملائنا اللي دايما موجودين معانا في واومي، هي كانت معانا من شهرين عملنا حقنة اكوا سي سكين بوستر وعملنا فور بلس، النهارده بنكمل جلسات النضارة فعملنا حقنة اكزوزوم ببرودكت ايطاليان اسمه اكزولور. داليا هتقول لكم النتيجة بتاعة الحقن النهارده عاملة ازاي. بصي في المراية بصي في المراية ايه رايك يا داليا؟ حلو قوي بجد، حلو قوي 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 قوي. شايفه الليفتنج اللي اتعمل؟ جدا دي جدا جدا، وانا كان عندي اصلا مشكله في الخد ده انت فاهمه طبعا ده، فحاسه انه لا في فرق. واو دي من افضل جلسات النضاره اللي موجوده حاليا اللي عملت لها الجلسه النهارده دكتور ميرنا. ايديها خفيفه قوي يا تعالي يا دكتور معانا خفيفه قوي بجد. دكتور ميرنا هتقول لنا اكتر عن الاكزوزوم ميديكالي. بصوا هو عامة الأول هي داليا حلوة فالحلاوة مجرد يعني كانت محتاجة إنها مينتننس لبشرتها إنها تفضل مشدودة وتفضل ليفتد من غير فيلرز هي ضد اللاين ده، فهي عايزة كل حاجة تمشي ناتشرال، فالإكزلون هو يعتبر البرودكت الوحيد إن إحنا نقدر نعمل ليفتنج للبشرة مع نضارة من غير ما نستعمل اي حاجه نملى بيها. باي ذا واي هي داليا طول عمرها ما اجينست الفيلر بشكل فظيع والبوتوكس بتخاف جدا منه، ف
فاحنا كويس ان احنا اقنعناها بجلسات النضاره يعني واللي مستمر عليها الحمد لله. فهو اللي هي شايفاه دلوقتي ان احنا عملنا ليفتنج للتشيكس ونحتنا الوش شويه بالفيتامين زي، مجرد اللي هي شايفاه دلوقتي ده 20% من الجلسه. بالظبط بعد 14 يوم بيبدا المخزون الفيتامينز اللي احنا اديناها لبشرتها بتبدا انها تزيد وبتبدا انها تتحسن، فبتبدا تشوف الريزلت الحقيقيه للبرودكت اللي احنا حققناه. انا مبسوطه جدا جدا، انا بحب جدا اجي عند ايمان. واو يعني بجد لا في في فرق. ولا وبعدين هي شاطره. النهارده عندنا القمر عرفه حبيبتنا وزبونتنا الدائمه. هي جاية تعمل النهاردة بوتوكس علشان العلامات التعبيرية اللي في وشها، وعايزة تعمل حاجة تدي نضارة للبشرة. احنا رشحنا لها دكتور ميركا معينا، رشحت لها ان احنا نشتغل على احدث ماتيريال موجودة في العالم وهي الاكزوزوم نيو ارا من عالم التجميل. بتعمل تحفيز للإلاستين والكولاجين وبتدي أقصى درجة من درجات النضارة، كمان لونج لاستين يعني بتقعد مدة طويلة جدا أعلى من السكين بوسترز. البراند اللي معانا النهاردة هو براند من شركة هايالور الإيطالية، البراند اسمه إكزلور، هو أحدث حاجة موجودة في الماركت. والإكزلور اللي معانا إكسكلوسيف في هواوي هو عبارة عن تشكيلة صغيرة بسيطة من كل الهيالورونيك أسيد والبيبتايدز، كل حاجة بشرتك محتاجاها عشان تبقى نضرة جلوي فيها نضارة من غير ما تحطي أي كريمات، من غير ما تحطي أي ميك اب. كل البرايدز اللي بيحاولوا إن هم يمشوا على روتين قبل الفرح انا برشح ده يعني ذا بيست تريتمنت ان اي حد يبداه قبل فرحه او قبل مناسبه عشان تحسي ان انت التكستشر بتاع جلدك يعني يرجع. احنا كده كده منا معانا يعني بشرتها حلوه انا اقسم بالله والله العظيم ما بقول كده عشان حاجه، بس هي ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر هي بشرتها بتلمع انا شايفاها قدامي. هو انا اللي ما اعرفيش بس انا كل حاجه لازم اجربها الاول، واحنا هنا بنحب ان احنا نقدم احسن برودكت فان شاء الله تتبسطي. انا متاكده انا اصلا زبونات كوري لو انتوا عارفين. نورتينا نورتينا. طيب لا انتوا مدلعيني دلع رهيب. عايزه بس اقول حاجه، انا يعني كنت معتقده ان كل حاجه ممكن تتحل في الوش بالفيلر خلاص، لان انا اصلا يوجوالي مش بعمل حاجات كتير في وشي. عندي هنا خطين هنا سمايل لاينز مش تجاعيد ولكن هم خطين يعني كانوا واضحين عندي، ما بقوش موجودين يا ميرنا خالص اهو. بس هي اضحك كده بس مش موجودين خالص. شفتي بقى عشان احنا بدأنا اختفوا عشان انت بداتي بدري. الاكزوزوم كل السكين بوسترز عامه لما بنبدا بدري ان العلامات دي بتبقى من الابتسامه. كلنا عندنا تعبير، كلنا وشنا بيعمل زي فاين لاينز بسيطه، فانت لما بتبدا ان انت تعالجها بدري بتحسي بالفكت من غير ما نستعمل فيلر. ده تحفه ده اللي هو الحقن اللي احنا عملناه اكزلور. انا اخدت كورس مكثف من الاكزلور ده. نعم بالظبط كده. تحفه يا جماعه، انا اول مره في حياتي اعمل حاجه زي كده اصلا اقسم بالله. طيب دكتور ميرنا، عايزين نعرف العرايس المفروض تبدا تجهيزات من قبل الفرح بقد ايه، وايه بالظبط ترتيب التجهيزات اللي المفروض يعملوها؟ اقل حاجه 3 شهور. اقل حاجه 3 شهور. ما ينفعش حد يجي قبلها بشهر يلا انا فرحي الشهر الجاي. صح دي صعبه قوي، صعبه ان انا عشان في حاجات بيبقى ليها اثار جانبيه برضو. بالظبط صعب بيحصل سويلنج، يعني ممكن ليه ان انا اكون حاطه نفسي في ريسك ان انا قاعده متوتره ان لازم وشي مثلا يكون بطريقه معينه في كمان اسبوع. لا احنا اهم حاجه نيجي قبلها بثلاث شهور نشوف، نعمل اسسمنت للبشره نشوف هي محتاجه ايه، سواء محتاجه بوتوكس او محتاجه فيلر او محتاجه سكين بوستر. ساعات مثلا مجرد بس تصبغات بسيطه ممكن نستعمل لها بيلينج او نستعمل لها 4+ اجهزه ان احنا بس نشد الوش مجرد البشره نفسها انها تستعيد نضارتها من غير ما احنا نعمل اي اجريسيف بروسيدير. طب وبالنسبه للليزر المفروض نبدا قبلها بقد ايه؟ سواء ليزر الوش، ليزر الوش او الجسم. لا لازم نبدا قبلها بفتره يعني 6 شهور مثلا. ست شهور عشان بيحصل التهابات يعني معرضه ان في بشرات كتير سنسيتيف، فالرياكشن بتاع كل انديفيديوال كل بيشنت ما بقدرش ان انا اكسبكتد وانا قاعده، مفيش دلوقتي اي حاجه ان انا اقدر اكسبكت. فانا دايما بدي فاريشن كده اودي زي فتره نقاهه للبشره وللجسم ان هو يستعيد
يهيل بالظبط يهيل براحته. بلس مثلا الليزر محتاج جلسات كتير يعني محتاج اتليست 8 سيشنز فلازم نبدا بفتره محترمه عشان تبقى خلصت السيشنز بتاعتها قبل اوريدي الفرح. طيب استاذه ايمان ممكن حضرتك تقول لنا استخدامات البوتوكس غير التجميل؟ هو المفروض اصلا ان البوتوكس اول ما اكتشفوه كانوا بيستخدموه لعلاج الحول مظبوط؟ لا دي دكتور ميرنا اللي ترد علينا في موضوع الحول ده هو لان هو البوتوكس ليه استخدامات كتير جدا فعلا. هو دي حقيقه. بصي هو ببساطه كده البوتوكس هو عباره عن توكسن قدروا ان هم قدروا يعملوه في اللاب حاجه انها بتشل. انا ما بحبش كلمه بتشل قوي بس انها بتخلي العضله بدل ما يبقى فيه هايبر اكتيفيتي في المسل بدل ما العضله شغاله جامد بترخي العضله بالظبط ارتخاء بسيط للعضله. فالاستعمال ده مش بس تجميلي للتجاعيد، الفكره ان احنا نقدر نستعمله استعمال طبي تاني. الاستعمالات الطبيه بتندرج كتير قوي، اولها مثلا يعني هايبر هيدروزيس مثلا في ناس بيكون عندهم السواتنج في الصيف او في سمل او عرق اكتر في الصيف، دي حاجه احنا مش بنحبها قوي. البوتوكس بالظبط بتتحل 100% بالبوتوكس، والايد عرق الايد والرجلين في دي موجوده في 2% مثلا من البابيليشن اللي احنا عندنا. والجفن المرتخي برضو مظبوط. ايه الجفن المرتخي بالظبط في ناس بيكون عندنا الجزء اليمين مثلا العضلات فيه مش قويه بالليفل اللي احنا عايزينه فبيبقى فيه ارتخاء بسيط، بنقدر ان احنا نرفع الحاجب، بنقدر ان احنا نخلي سيمتريكال يعني على قد ما نقدر يمين بشمال. وحاجه تانية برضو في الام كتير قوي في الرقبه ده دلوقتي. انا شخصيا ميرنا اللي بتحكيها لي. انا حقنالها دي حقيقي فعلا يعني بجد كان عندي الم فظيع في رقبتي واكتافي وميرنا هي اللي بتحقن لي مخصوص بوتوكس للموضوع ده. اتس ماجيك يعني. اخواتي هنجي لك برضه. ده حل سحري للموضوع. احنا بنسوق غلط، بننام غلط، بنقرا غلط، بنمسك الموبايل غلط. رونج بوزيشننج على طول. بالظبط. فده حل سحري لكل الجلسات يعني. انا مش بقول ان طبعا انا مش فيزيو ثيرابيست، انا ما اقدرش ان انا اقول كده، بس هو بيدي لايك ريليف من البين 90%. مدة كويسة جدا كمان يعني ناخد من 4 لـ6 شهور فده بالنسبة لي حل سحري يعني. وحاجة تانية بقى دي بيرسونال ليا الصداع النصفي طبعا. الصداع النصفي ده يعني بيواجه ناس كتير قوي وملوش علاج. اي دكتور عارف ان وانس ان انت تاخدي اي مسكن هو مش هيشتغل. بس ده بقى محتاج حلقة تانية نتكلم فيها عليه. بجد مبسوطة جدا نورتوني وشرفت جدا بيكو وقلنا معلومات كتير مهمة. وبنشكركم مشاهدينا واستنونا في حلقة جديدة من برنامجكم من أهل مصر.